السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واجمل بنات في الدنيا. النهاردة يا حبايب قلبي عايزة اقول لكم على طريقة جميلة جدا ان شاء الله بتنسي في الدهون، وخاصة لو انت فوق سن الـ40. بالنسبة للسيدات والرجال لو انتوا فوق سن الـ40، النهاردة طريقة جميلة جدا، يعني مش هتخليكي تحس باي تعب ولا رجيم ولا مجهود، بمكون وبثمره جميله جدا وطعمها لذيذ قوي. هقولك ازاي تاكليها، ولكن ان شاء الله لازم في بعض الحاجات لازم تعمليها جنب اكلك للثمره دي، هي بعض تمرينات وبعض نصايح جميله هقولك عليها ان شاء الله. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. الثمرة اللي انا هحتاجها النهاردة معايا في الوصفة بتاعتنا هي البذنجان، زي ما احنا شايفين كده دي بذنجانة، وانا مش عايزة بذنجانة كبيرة، انت ممكن تاخدي نص البذنجانة دي كمان. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنقشر البذنجانة دي وهنقطعها، يعني انا هاخد بس شريحتين او ثلاثة في اليوم. حابة اقول لكم النهاردة على قناة جميلة جدا اسمها نيو مامي. القناة دي صاحبتها دكتورة رائعة جدا في معلوماتها وفي خبرتها، بجد فيديوهاتها هتستفادوا بيها قوي. على فكرة هي مطلبتش مني دعم ولا تعاون، ولكن قناتها ممتازة وانا بتابعها دايما وهتعجبكم قوي قوي. طبعا يعني دكتورة هتستفادوا منها وبترد على الاسئلة، يعني انت ما تسأليها على اي سؤال هتجاوبك في الكومنت ان شاء الله. ادخلوا قناتها واشتركوا فيها وهتعجبكم، وهتعرفوا ان انا جايبة لكم هدية رائعة جدا باذن الله. بإذن الله هتفيدكم في معلومات كتير في الطب وهتستفادوا منها. يلا كلنا ندخل نشترك في قناة نيو مامي وقولوا لها ان انتم من عندي جيجي. كل اللي انا هعمله اني هقشر البتنجانة وهاخد 3 شرايح زي ما انتم شايفين كده. هاكلهم امتى؟ هاكلهم قبل الفطار، ويفضل قبل الفطار قبل الغداء، لانه بيسد الشهية وكمان بيخسس وبيحرق الدهون بطريقة رهيبة جدا. جربيها وتشوفي الوصفة دي، طبعا جميلة جدا للي فوق سن الـ40، لانها بتحسسك بالشبع وما بتحسسكيش بالجوع، كمان بتساعدك على نسف وحرق الدهون بطريقة رهيبة. ده غير انه مفيد جدا جدا، ولانه بيحتوي على فيتامينات، وكمان لو في انيميا، احنا طبعا عارفين البتنجان رائع جدا جدا للانيميا. الناس اللي بتقول ضرر على الصحة وبيجيب سرطان، مفيش الكلام ده. ادخلي واكتبي فوائد البذنجان الاسود وانت تعرفي، يعني يا ريت محدش يقول حاجة من غير ما يتأكد منها. البذنجان مفيد جدا جدا يا بنات للتخسيس، واحنا عملنا قبل كده كذا طريقة للتخسيس بالبذنجان، ولكن الطريقة دي جميلة جدا ان انت هتاكلي قبل الفطار قبل الغداء علشان يسد الشهية، وكمان بينزف وبيحرق الدهون، ومناسب جدا جدا يعني للسيدات والرجال اللي فوق سن الـ40. حبيب قلبي دي كانت وصفة بسيطة جدا جدا، وان شاء الله بإذن الله تعجبكم وتكون فعالة معاكم. عايز اقولك انك لازم تشربي برضو مية كتير قوي قوي، يعني حاولي تشربي مية على قد ما تقدري. شرب المية كتير قوي بينزل وبيحرق الدهون اللي بتبقى موجودة في منطقة البطن. شرب المية ما بيعملش كرش خالص ابدا، شرب المية بينزل الكرش وبيحرق الدهون الموجودة في منطقة البطن. كمان حاولي تعملي باستمرار تمرين شفط البطن. تمرين شفط البطن احنا قلنا عليه قبل كده، تمرين شفط البطن لازم تشفطي بطنك قوي لجوه لمدة 20 ثانية، وتستريحي 10 ثواني، وترجعي تعملي تاني. اعمليها باستمرار وانتي قاعدة وانتي بتمارسي عملك، هتجيب معاك نتيجة ممتازة جدا جدا، ومش هتحتاجي لأي وصفات ولا لأي تمرينات رياضية. حبيب قلبي يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم وتكون فعالة معاكم. عايزة رأيكم في الوصفة، واكتبوا لي كومنتاتكم وأراءكم واقتراحاتكم للوصفة. وإذا عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو وشيروا لكل أصحابكم على الفيسبوك جوجل بلس واتساب، واستنوا جيجي في وصفة جديدة مع جيجي كل حياتي. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.